تعزير إن هذا الفيديو لا يمس الواقع بأي صلة، وإن كل شيء في الفيديو هو محتوى ترفيهي ومن وحي الخيال. إبراهيم ما تموتش يا إبراهيم، يا إبراهيم ما تموتش بقى، أوعى تسيبني يا إبراهيم، يا إبراهيم. بيع سلسلة. أخويا حتى لا تبقى ماشي، أخويا حتى لا تبقى. متقلقش، إحنا هنعرف مين اللي عمل كده وهنجيبه. أنا عايز أبقى أخويا. متقلقش، البقاء لله. وقال الله يا استاذ محمد. والدوام ولو يا حبيبي. شد حيلك. الشد على طول. ان شاء الله هنعرف مين اللي عمل كده. ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي. والدوام ولو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا محمود. هو عرفت اسمي ازاي؟ انا عارف كل حاجه. وعارف انت جاي هنا ليه. عايز تعرف مين اللي قتل اخوك. طب حصل. طب مين اللي قتل اخويا ده وانا اقتله اشرب من دمه؟ اللي قتله مش انسان. امال حيوان يعني؟ اللي قتله جان اسمه النداب. انت مفيش الا طريقة واحدة بس هتقدر تقتله بيها. ازاي؟ القرآن. القرآن؟ القرآن يا ابني. طب صورتي ايه؟ اصلا انا مش حافظ الا القرآن يا ابني من آية الكرسي. آية الكرسي هتقتله؟ اه. وهاخد حق اخويا؟ هتاخد كل حاجة انت عايزها. شكرا جدا. ما تعملش غير كده يا ولدي. شكرا جدا. طب انا مش عارف طريقه اوصله ازاي؟ احفظ ده في دماغك يا ولدي. طب اوصله ازاي حضرتك؟ هتروح عند البحيرة اللي اخوك مات عندها. طب ممكن تجيبه معايا؟ اصلا انا مش عارف الطريق كويس. روح معاه يا ابني. شكرا. خليك فاكر القرآن. حاضر يا مولانا. القرآن. حاضر. انت اللي قتلت اخويا. حد ينقذني، حد ينقذني. اعزمه ازاي بعد ما قطع دراعي؟ اعزمه ازاي؟ افتكر اللي الشيخ قاله. القرآن. القرآن هو الحل. هنهزمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه وهو السميع. صدق. رجع اخويا، رجع. والقرآن بيجيب حق كل واحد ظلمه، كافر او يهودي او واحد بتاع سحر. القرآن هو الحل. لازم كلنا نقتدي بالقرآن ويبقى القرآن هو القدوة بتاعنا.